الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا استريحوا لو سمحت. واحنا كمان بنحبكم، واسمحوا لي ان احنا اسمحوا لي ان انا اقول لكم والقداس البابا ولكل الاشقاء والاهل ولكل مصر ولكل العالم، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. وكمان مهم قوي ان احنا اهنيكم على الافتتاح الجزئي ده للكاتدرائية. الافتتاح ده رسالة كبيرة قوي. طب اسمعوني، طب اسمعوني، واحنا بنحبكم والله، اسمعوني، عايز اقول لكم حاجة بس. افتتاح الكاتدرائية النهاردة ده رسالة كبيرة قوي من مصر، مش بس للمصريين، لا ولا حتى للمنطقة، ده للعالم كله. رسالة سلام ورسالة محبة. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنقدم نموذج للمحبة والسلام بيننا وبين بعضنا. هتخرج المحبة وهتخرج السلام من مصر وهيعم العالم كله. صدقوني أنا، يمكن أنتم وأنتم عايشين الأحداث اللي إحنا فيها دي تقولوا معقول؟ معقول هيبقى فيه كده؟ طبعًا هيبقى فيه كده. طب ليه هيبقى فيه كده؟ دايمًا بكرر وبقول، عمر الشر وعمر الخراب وعمر التدمير وعمر القتل ما لا يمكن يقدر ابدا يهزم الخير والبناء والمحبه والسلام، لا يمكن.